مساء الخير مشاهدينا، اهلا بيكم معانا النهارده. لقاء بيتجدد معكم يوميا في نفس هذا التوقيت، وحلقه جديده والنهارده وبكره. النهارده هنبدا مع بعض ومع مجموعه من الاخبار المحليه والعالميه والعربيه، بيتصدرها طبعا موضوعات الساحه الان وهي خليه الماريوت، زياره كيري، زياره العاهل السعودي. يعني في موضوعات كتير هنحاول نناقشها النهارده ان شاء الله مع ضيفنا دكتور هشام مراد، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره ورئيس تحرير الاهرام إبدو. مساء الخير دكتور هشام. كمان النهارده هيكون معايا زميلتي هناء عصام، وهتفتح موضوع مهم، اعتقد انه موضوع كمان افرد له وزاره كامله، هنتكلم عن العشوائيات ان شاء الله بعد فقره الاخبار. دكتور هشام، خلينا نبدا بالاخبار المحليه، وخليني اشير الى موضوع موجود دلوقتي ومتصدر جميع الصحف، الأهرام الشروق واليوم السابع. الأهرام في الصفحة الأولى في قضية خلية الماريوت، السجن المشدد من 7 إلى 10 سنوات ل 18 متهم. القاهرة تشرح لمجتمع الدولي ملابسات الحكم. في الشروق أيضا في الصفحة الأولى الأحكام المشددة تلاحق الإخوان. اليوم السابع أزمة مصرية وأوروبية بعد أحكام خلية الماريوت. طبعا هو يعني هبدا ممن يعني مما انتهيت اليه، يعني الازمه بين مصر وبعض الدول الاوروبيه زي انجلترا او هولندا اللي اعترضوا او اتسدوا السفير المصري، انجلترا سدت السفير المصري الاعتراض على الحكم وما الى ذلك، ولنا يعني حكم غير عادل او ما الى ذلك، او لم يتبع القواعد القانونيه. طبعا الموضوع ده مش جديد، يعني الدول الاوروبيه كثيرا ما اعترضت على احكام صدرت منها خاصه بالاخوان المسلمين اساسا، يعني احكام بالاعدام او غيره، وهي اعترضت يعني كثير من المذكور الاوروبيين بيدعوا بيتكلموا على انه ده مخالف لقواعد يعني حقوق الانسان والمحاكمات العادله وما الى اخره، لكن هي في النهايه برضو فيها جزء طبعا مصالح يعني في النهايه. لكن لو رجعنا لصلب الموضوع نفسه، يعني الجميع يعرف انه دي مرتبطه بقناه الجزيره، يعلم كيف كانت يعني تتابع تدار وتحاكي المؤامرات وتتابع الاحوال المصريه، فهي كانت اداه للسياسه الخارجيه لدوله قطر، وهي احد الاذرع يعني الاعلاميه اللي كانت بتؤيد الاخوان المسلمين. ده شيء يعني اصبح حقيقه واقعه، ليس هناك في شك في ذلك يعني. فهي قضيه سياسيه فيها جزء كبير سياسي، وليست قضيه اعلاميه بالشكل اللي ممكن الدول الاوروبيه تظهره على انه اعلام حر او ما الى ذلك، وبالتالي بتحاول انها تدافع عنه. القضيه السياسيه طبعا تماما، ودي زراع اعلامي سياسي لدوله قطر وقت تحالفها مع الاخوان المسلمين عندما كانوا في الحكم، ومساله واضحه تماما في هذا الاطار بهذا الشكل، يعني لا يمكن تحويلها او تحويرها وادعاء انها قضيه ترتبط بحريه التعبير او حريه الفكر، لا اعتقد ذلك يعني. هو حق يراد به باطل. يعني ده واضح تماما يعني. تمام. طيب خلينا نروح مرة تانية لجريدة الأهرام. جريدة الأهرام في الصفحة الأولى إعادة توزيع موارد الموازنة لتحقيق العدالة الاجتماعية. هل من الممكن ان اعاده تعديل او توزيع موارد الموازنه ده يصب بالفعل في صالح بعض الوزارات اللي يمكن تكون منها هنقدر نحقق كثير من اهداف الثوره، العداله الاجتماعيه؟ هو طبعا العداله الاجتماعيه احد الاهداف الاساسيه للثوره يناير 2011، وما زالت هي يعني ما زال ده مطلب اساسي وشعبي لكثير من قطاعات الشعب. تحقيقها في جزء من اعاده توزيع ما بين يعني موارد الموازنه، في بعض الوزارات بتاخد يعني دعم كبير زي وزاره البترول مثلا، وفي جزء كبير منها من يعني من تحقيق العداله مرتبط بالدعم، يعني هو الحقيقه دي نقطه اساسيه، يعني مثلا دعم الطاقه، دعم يعني الموارد البتروليه بشكل عام بياخد حوالي 20% من الميزانيه، يعني وده نسبه ضخمه طبعا جدا. الفكره كانت واللي اعتقد اللي بتتبناها الحكومه حاليا هو انه ترشيد الدعم، يعني فكره ترشيد الدعم اعتقد دي مش الغائه خالص، ليس الغاء وانما يعني توجيهه لمن يستحق. يعني كثير من الدعم يتسرب لفئات هي قادره او تستطيع انها يعني تواجه يعني الارتفاع النسبي في اسعار الطاقه، يعني الصناعات الثقيله كمان بتاخد يعني دعم في الطاقه، هناك صناعات كثيفه استهلاك الطاقه، وده نوع من الدعم المقنع يعني لها. فكل الامور دي فيها لازم اعاده نظر يعني، وهذا ما تقوم به الحكومه حاليا، بحيث انه جزء من يتم توفير موارد توجه لمن يستحق فعلا الدعم، سواء كان في المواد البتروليه، سواء كان في ريف الخبز او في القمح او الى اخره، لازم لا يتسرب
لجهات لا تستحق او لا, لا, لا يعني لطبقات او لافراد لا يستحقون ذلك يعني. ففي افكار عديده في هذا الاطار. يعني من الممكن ان نرى تحقيق على ارض الواقع على حد الاقصى اللجوء اللي ممكن برضه هيساعد بشكل كبير في تحقيق العداله الاجتماعيه. ده من ضمن طبعا ده من ضمن الافكار المطروحه بالتاكيد يعني. جزء منها هو العداله في توزيع الدخل من خلال الاجور, حد اقصى وحد ادنى يعني, يعني لتقريب المسافات ما بين الدخول. وجزء هي منها مش مسافات, هي فجوات فجوات ضخمه طبعا فجوات ضخمه يفترض انه يعني من ضمن يعني البنود التي تناقش في هذا الاطار يعني بالتاكيد. تمام. طيب سريعا انا معايا مجموعه من الاخبار, للاسف هي اخبار سيئه ولكن يعني نتوجه بخالص العزاء لاسر الشهداء جميعا. الاهرام الصفحه الاولى, استشهاد عقيد ونقيب شرطه في سوهاج واسيوط. الشروق في الصفحه الثالثه ايضا, استشهاد رئيس فرع البحث الجنائي بمديريه امن سوهاج, وده من جريده الشروق. طيب عايزين نروح مرة تانية للشروق يا دكتور هشام, وطبعا احنا عارفين ان في عمليات مستمرة في سيناء. الصفحة الاولى في الشروق بتقول تصفية 15 تكفيريا في سيناء, حبس عضوين بحماس وبيت المقدس بتهم تهريب 23 صاروخ. يعني سيناء ما زالت, ولكن الامر يعني الامور هدات مقارنه بالفترات السابقه كثيرا يعني. لا نسمع كثيرا كما كان في الماضي يعني او في اشهر قريبه عمليات عنف كبيره وعمليات عسكريه كبيره, لكن عمليات التمشيط وعمليات العسكريه مستمره لان جهد طويل الامد يجب ان يستمر لفتره طويله. ومثل هذه الجماعات المستوطنه في منطقه سيناء نظرا لطبيعتها الجغرافيه بجوار قطاع غزه وبجوار اسرائيل وطبيعتها الجغرافيه وعدد السكان قليل ومناطق وعره, وبالتالي هي مناطق يعني منطقه ملائمة جدا لنشاط مثل هذه الجماعات, تستطيع ان تتدرب وان تكون فيها بتهريب السلاح عن خلال المعابر اللي بين يعني او الانفاق التهريب القائمه بين يعني سيناء وقطاع غزه. فهي بيئه صالحه الى حد كبير, وبالتالي ده مبرر وجود يعني يفسر وجود الجماعات الارهابيه هناك. مقاومتها هو جهد يعني طويل الامد, انهم كثير منهم بيبقوا اعضاء في قبائل بيحظوا احيانا بحمايه القبائل في تركيبه قبليه وتركيبه اجتماعيه معينه يعني. سيناء لها وضعيه خاصه تفسر وجود هذه المشكله, استيطان هذه المشكله فيها واستمرارها وديمومتها واحوال اقتصاديه كمان يعني. لا يجب ان نخفف هناك احوال اقتصاديه, التهريب بيعتبر جزء من مصدر رزق يعني الانفاق برضه بالظبط يعني هي مصدر رزق يعني بياخذوا سواء كانت مش بس سلاح, انا اقصد حتى تهريب المواد الغذائيه والطاقه البترول وما إلى آخره يعني. وبالتالي هي مشكلة فيها شق أمني, فيها شق اقتصادي, فيها شق اجتماعي يجب أن يعالج وتأخذ وقتها, لكن هي مقارنة بما كان يعني سابقا هي الأمور ماشية في اتجاه يعني سليم الحد. طيب خلينا نروح لزيارة كاري, وحنحاول نتناولها من الصحف المحلية والصحف أيضا العالمية والعربية. الشروق النهاردة بتقول في الصفحة الرابعة, المجتمع المدني بحث مع كيري التظاهر والحريات والإخوان خارج الأجندة. ده بالنسبة لجريدة الشروق. دكتور هشام أنا معايا مجموعة من الأخبار كمان في الصحف العالمية, الموندو, زيارة كيري للقاهرة محاولة للتقرب من السيسي بعد زيارة الملك السعودي له. وول ستريت جورنال, كيري يعرب عن دعمه القوي للسيسي, وده طبعا لهذه الزيارة. واشنطن بوست, زيارة كيري لمصر تمثل تأييدا ضمنيا لحكومتها. كريستيان ساينس مونيتور, السيسي يعزز مكانته بزيارة العاهل السعودي وكيري للقاهرة. طبعا في العلاقة نفسها, واشنطن تقوي علاقتها مع القاهرة لمحاصرة الدور الإيراني بالمنطقة, وده من خلال العرب اللندنية. طبعا زيارة كيري طبعا تحمل أكثر من معنى يعني زيارة طبعا مهمة, أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي لمصر بعد انتخاب المشير عبد الفتاح السيسي. ونعلم ان هناك في يعني هناك خلافات ما بين مصر وامريكا الفتره الاخيره, مرتبطه بدور الاخوان المسلمين في الحياه السياسيه, مرتبطه بملف حقوق الانسان ورفض الديمقراطيه يعني مجموعه من لكن في المرحله دي تحديدا كيف قرات هذه الزياره؟ الزياره طبعا هو في النهايه ما يحكم الولايات المتحده في تحركها الخارجي سواء تجاه مصر او هي مصالحها المباشره, مصالحها الاساسيه. هناك مصالح كبيرة للولايات المتحدة
يتعلق داخل مصر، داخل مصر وداخل المنطقة، يعني مصر لا يتعلق فقط في الأمر بمصر كمصر كدولة، وإنما بمصر كدورها في المنطقة. فإذا المسألة مرتبطة لها مصالح في مصر ولها مصالح ارتباطات بحاجات كتير اقتصاديه وعسكريه واستراتيجيه، مرتبطه بقناه السويس، مرتبطه بالسلام مع اسرائيل، وده يخص مصر بشكل مباشر، ولكن في المنطقه بشكل عام نظرا للدور المصري الكبير. مصر اكبر دوله عربيه، لها دور ريادي، لها دور تاريخي والى اخره، ودورها يمتد لخارج حدودها كمصر، دورها كبير في المنطقه العربيه بالذات ومنطقه الشرق الاوسط بشكل عام، بما فيها كما ذكرت احدى الجرائد يعني بما يتعلق بايران مثلا، إيران وما يحدث في العراق حاليا وإلى آخره. فالمصالح الأمريكية المرتبطة بمصر يعني تتسع ليس فقط لمصر، وإنما يعني تتسع لما هو أبعد من الحدود المصرية، يعني يمتد ليشمل كل المنطقة، منطقة عربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وده اللي بيحرك السن، يعني حتى لو كان في خلافات أو اختلافات في الرؤية في بعض القضايا، لكن في النهاية مصالحها الأولى هي اللي تتحركها قبل أي شيء آخر. طيب احنا بقى يعني احنا كعلاقات خارجيه كيف نتعامل مع الملف الخاص بالولايات المتحده الامريكيه؟ والله هو طبعا يعني نقطه الانطلاق هو احنا مدركين يعني اهميه ودور مصر، اهميه مصر كدوله مهمه زي ما ذكرت بعض الامثله، قناه السويس لها مصالح في مصر، دوله عدد سكان كبير، دوله مهمه اقتصاديا للولايات المتحدة، مهمة استراتيجيا، موقعها استراتيجي في قلب منطقة العالم العربي، قناة السويس استهلاكي كبير يعني. أقول ده اقتصاديا، عدد السكان كبير، وبالتالي اقتصاديا هي مهمة، هي يعني أكبر سوق يعني بيمثل من خلال عدد السكان أكبر سوق اقتصادي يمكن أن يستوعب يعني، ومشاريع وما إلى ذلك. ففيها الناحية الاقتصادية، هناك الناحية الاستراتيجية العسكرية المرتبطة بقناة السويس، هناك الناحية السياسية ومرتبطة بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وهي الولايات حريصة على استمرار معاهدة السلام، استمرار السلام بين مصر وإسرائيل. فكل دي قضايا تخص مصر بشكل مباشر، وهي مصالح أمريكية مباشرة يعني لا يمكن لهم أن يتغافلوها. وبالتالي هو في النهاية تحركه بيتحرك من منطلق أنه إدراكه لمصالح الولايات المتحدة في مصر. وهناك مصالح مرتبطة بالمنطقة بشكل عام، دور مصر في المنطقة دور أساسي، سواء تجاه دول الخليج، سواء تجاه ليبيا، سواء تجاه السودان، سواء تجاه بالفعل يعني هي بعد 30 يونيو علاقتنا بالخارج وتعاملنا مع كثير من الملفات سواء كانت عربية خليجية أو أوروبية أمريكية لابد لها من سياق مختلف. وأنا عايز أذكر حاجة، يعني هو وجود علاقات مع دولة كبرى زي الولايات المتحدة أو غيرها، والعلاقات ما بين الدول في العلاقات الدوليه بشكل عام لا يفترض في الضروره انها تبقى يعني زي ما بيقولوا سمن على العسل على كافه الاصعيد، او ان يبقى في اتفاق تام في القضايا، ده شيء نادر الحدوث يعني حتى بين الحلفاء الاوروبيين والامريكان مثلا، يعني ما بين الدول الاوروبيه والولايات المتحده هناك خلافات كثيره، والامريكان يتجسسوا على الاوروبيين يعني، وهناك خلافات كبيره جدا. فده يعني في العلاقات الدوليه ده شيء وارد وطبيعي، هي علاقات مصالح يعني في المقام الاول، علاقات مصالح وتتغلب المصالح في النهايه، وتستمر وجود الخلافات مع وجود المصالح وتستمر الى فتره طويله، ليس معناه ان هو الدنيا يعني بايظه، لا يعني لا، ده شيء طبيعي في العلاقات الدوليه ان تكون هناك خلافات، لكن المصالح بتبقى هي الابقى وهي الاقوى وهي اللي بتحرك في النهايه. تمام. طيب على من ضمن ايضا بعض ايضا الصحف اللي تناولت هذا الموضوع، نيويورك تايمز، كلمات كيري للسيسي كانت دافئه، وواشنطن تصر على عدم علاقه الاخوان بالارهاب. يعني الفكرة أيضا يعني حتى لو كانت الإخوان هي خارج الأجندة، ولكن عدم ربطهم بالإرهاب، يعني هل ده يمثل علامة استفهام؟ والله بقى ده شيء يخص، أنا لا أعلم يعني من أين أتى الأمريكان بهذه العقيدة بهذا يعني هذا التأكيد أنه ليس هناك علاقة. ما أعرفش، عندهم معلومات يمكن استخباراتية هم لا نعلمها نحن، لكن يعني ده شيء يخصه يعني قبل يعني، ومصر لديها ما يؤكد عكس ذلك. فبغض النظر عن رأي الولايات المتحدة في إذا كان ده يعني الإخوان لهم علاقة أم لا بالإرهاب، فده الشيء يخصهم، ولا أعتقد أنه يقف عقبة في النهاية يعني في سبيل أن يبقى فيه قواسم مشتركة ومصالح مشتركة يعمل عليها كلا الدولتين يعني. طيب خلينا نروح لأفريقيا وعودة مصر إلى الحضن الأفريقي مرة أخرى. الأهرام في الصفحة الأولى، وفي متابعة كمان في الصفحة الثامنة، إفريقيا ترحب بعودة مصر، واختتام الاجتماعات التحضيرية استعدادا للقمة الإفريقية التي ستقام في غينيا الاستوائية.
هي عودة مصر للاتحاد الافريقي كان شيء طبيعي يعني, يعني هي كانت مسألة وقت يعني, لم يكن هناك يعني أدنى شك في أن مصر ستعود إلى الاتحاد الافريقي أو إلى أفريقيا بشكل عام. هي لم تنفصل عن أفريقيا في أي وقت من الأوقات, هو كانت يعني فترة التجميد العضوية دي يعني مرتبط بهياكل الاتحاد الافريقي, لكن العلاقات المصرية مع الدول فرادة بين مصر ودول أخرى كانت قائمة ومستمر, وإنما كانت مرتبطة بهياكل هذا التجميد, كان مرتبط بهياكل أو أجهزة الاتحاد الافريقي, وهي طبعا هي احد الاليات في النهايه للعلاقات المصريه الافريقيه يعني, اكيد ليها اهميتها برضه. ولكن احنا في فتره ما مصر كانت اهملت الملف الافريقي او كانت غير مهتمه به بشكل كبير يعني, في فتره يعني في عده سنوات يعني حقبه كده. هو يعني مش هقول تاريخيا, لكن في السنوات الاخيره بالضبط تحديدا منذ كان تعرض الرئيس السابق حسني مبارك لمحاوله الاغتيال سنه 1995, ومنذ بعدها لم يحضر اي قمه افريقيه او يعني ابتعد عن حضور القمم باستثناء قمه واحده فقط في ابوجا في نيجيريا سنه 2000, وكان ليه ارتباط ب يعني كان في امكانيه لاختيار مصر كعضو دائم في مجلس الامن والى اخره, فمرتبط بحاجه محدده, وحتى يعني حضر لمده ساعتين ومشي على طول يعني. فهم كان في باستمرار يعني ماخذ للدول الافريقيه تجاه مصر بانه عدم الاهتمام بالملف الافريقي وعدم الاهتمام بالدول الافريقيه وقضايا افريقيا والى اخره. هو ده مش صحيح على اطلاقه بصراحه يعني, وكان في تقليل من الاهتمام شويه بافريقيا, لكن ليس اهمال تام, ما اقدرش اقول ان في اهمال, لانه هناك قضايا كانت مصر بتتدخل فيها بشده وبقوه, منها مثلا نيباد ده الشراكه اللي هي الاقتصاديه بتاعت يعني خاصه بافريقيا الناحيه الاقتصاديه طوال السنوات القادمه والسنوات الماضيه, ومصر كانت تشارك فيها بكل نشاط وبجديه يعني, في قضايا كانت مصر تشارك فيها, وانما كان في انخفاض في اهتمام مصر. هي مش علاقات فقط, ولكن يمكن خليني اتكلم على يعني مشاريع التنموية اللي كانت مفروض تبقى مشاريع اقتصادية متقاربة بين مصر ودول الافريقية, مش دول الحوت بس يعني, ولكن دول افريقية بشكل عام. لا ما هو كان في يعني حال حياة الجمود كده, كان في انخفاض اهتمام مصر بافريقيا, كانت توجهاتها اكتر نحو اوروبا نحو الشرق نحو طبعا المنطقة العربية, ادى مساحة لبعض الدول انها تدخل بقى لما لقيت ان مصر ابتعدت يعني, حاجة زي اسرائيل مثلا اصبح لها يعني قوة ووجود بالتأكيد يعني, لما بيحصل انسحاب نسبي من مكان ما بيعمل فراغ, والفراغ ده بيملأه آخرين عادة يكون عندهم خلافات معك يعني, سواء إسرائيل أو ليبيا حتى في وقت القذافي يعني ملأت جزء كبير من هذا الفراغ مع الفارق الحجم يعني. يعني ليبيا كانت عندها أموال كثيرة وكل حاجة, لكن في النهاية الثقل والحجم مختلف تماما عن مصر يعني, في مسافة بقى مكان. فهذا الابتعاد النسبي ملأه أطراف أخرى, وكان من ممكن هذا الطرف يعني يحدث نوع من عدم التفاهم أو نوع من سوء التفاهم بين أو إحساس بأن مصر يعني مترفعة أو أنها مبتعدة أو الغير مهتمة ولا خير. ولما كانت بتنشأ بعد كده مشاكل زي مثلا فيما يتعلق بموضوع حوض النيل ومياه النيل واقتسام مياه النيل, كانت هذه الخلفيات تظهر وتصعب من يعني معالجة الأمور وتعقد منها. يعني دائما ما كانوا يعتقدون الأفارقة أن مصر دائما كانت تتعالى عليهم, كانت بتتعامل أو يعني ده نظرتهم هم أنها كانوا أن مصر كانت بتتعامل مع أفريقيا كعدد أن هي تستخدمهم إذا كانت يعني محتاجة أي تصويت. بالضبط. فالنظرة دي نفسها يعني كان لها مردودها السلبي. في أساس أنه يعني مصر لا تتحرك إفريقيا إلا عندما تحتاج إليه. بالضبط. حينما كان مثلا احتياج لاحتمال يبقى في اختيار لعضو دائم إفريقي في مجلس الأمن, فمصر تهتم فيتحرك رئيس الجمهورية ويحضر. حينما تحدث أزمة فيما يتعلق بمياه النيل فتتحرك مصر, وفي بعد ذلك لا تتحرك. اعتقد انه يعني النظره الحاليه نظره مختلفه. من وقت الوزير السابق وزير الخارجيه السابق نبيل فهمي بياخد نظره اكثر شمولا, لا تتوقف فقط على القضايا التي تهم مصر كمياه النيل او غيره او قضايا اخرى. هو اتخذ كمان يعني الحق يقال انه اخذ خطوات يعني مهمه جدا في بالتاكيد. وانا اتذكر كان في لقاء يعني مع مجموعه اخرى من الصحفيين الاعلاميين مع الوزير نبيل فهمي, وذكر انه راح لاحدى دول فترة يعني في الأشهر الماضية. ده لما كان في دبي؟ لا لما راح هو زار كذا دولة أفريقية. زار كذا دولة أفريقية منهم دولة أظن بوروندي يعني أحد الدول في منابع النيل. ولما راح قابل رئيس الجمهورية فبيقول له أنت جاي ويعني معكش وزير الموارد المائية وزير الري؟
وهو متخيل انه طبعا هيروح ان السفير المصري او وزير المصري هيروح بالتاكيد لمناقشه قضيه المياه. هو في كانت في اوج المشكله يعني، قالوا لا انا ما جيتش معايا، مش معايا وزير، انا جاي معايا وزير الزراعه واخرين يعني لتقديم مساعده في مجالات اخرى. هو كان طبعا الرساله واضحه، الرساله المقصود بيها انه يعني مصر على استعداد انها تتعاون مع الدول الافريقيه في المجالات التي تهم الدول الافريقيه وليس فقط في القضايا التي تهمها هي شخصيا، لتغيير الصوره الذهنيه والصوره النمطيه الموجوده عن مصر في الدول الافريقيه. تمام. طيب خليني اروح مره تانية لجريده اليوم السابع، وفي الصفحه الاولى جهاز علاج فيروس سي بيدخل الخدمه خلال ايام. اعتقد ان هو الجهاز في حد ذاته الكشف عن الفيروس كان مجاز بقاله فتره والكلام عنه ما كانش ذو اهميه، لكن جهاز العلاج في حد ذاته والله طبعا مش ده الجهاز اللي هو كان حصل عليه لغط شويه وازمه وكلام كده. طبعا من يحكم في هذه يدخل يعني في الخدمه ده شيء يعني طبعا ده شيء انا ارجوه، ده يبقى شيء كويس جدا لو فعلا ده يعني حقيقي انه يدخل قريبا الخدمه. ده شيء لانه حصل عليه خطا يعني لغط كبير، وفي ناس يعني ذوي راي علمي يعني بعض الباحثين او العلماء قالوا لا ده مش حقيقي وازاي والى اخره. فاذا كان فعلا مستشار الرئيس السابق طارق حجي عصام حجي للشؤون العلمية، ويعني برضو أثار شكوك فيما يتعلق بهذا الكشف. فإذا كان ده يعني خبر ده يبقى شيء كويس طبعا أنه يدخل الخدمة، ده يعتبر يعني شيء إنجاز. آخر خبر معايا النهاردة من جريدة اليوم السابع في الصفحة الثالثة، عدلي منصور الرئيس السابق يتنحى عن ناظر طعن شفيق ضد فوز مرسي لاستشعاره الحرب. هو طبعا عادل منصور لانه يعني القضيه نفسها اصبحت يعني ما اعرفش اذا كانت تجاوزتها الامور يعني الاحداث تجاوزها الزمن يعني انها ما زالت لسه باقيه حتى الان وتنظر في المحاكم، يعني ما اعتقدش انها ذات معنى كبير يعني حاليا يعني. تمام. طيب خلينا نرجع مره تانية للصحف العالميه، ومعايا البايس، عوده النشاط السياحي الى مصر مرهون بتكثيف الحملات الاعلانيه وطمانه السائحين عفوا. صحيفة البايس الإسبانية قالت إن انهيار السياحة وراء العجز الاقتصادي لمصر في ظل المناخ العام السلبي اللي ضرب البلاد خلال 3 سنوات الماضية. ده طبعا بيجرنا لموضوع يعني القطاع السياحة في مصر وما تعرض له خلال الفترة الماضية يعني. طبعا قطاع السياحه بشكل عام قايم بشكل كبير طبعا على يعني برضو على الصوره يعني التي ينظر اليها السائح خاصه بدوله. لو بتيجي اخبار وتتناقلها صحف اجنبيه في عنف في او احداث من هذا الشكل، طبعا بالتاكيد ده بيؤثر كثيرا، لانه يعني السائح ده يعني كمان هو جاي يعني يقضي وقتا سعيدا وقتا ممتعا في دوله، فلو جاي له اخبار انه تتناقلها وسائل اعلام اجنبيه او صحف وتذكر فيها انه في عنف او في احداث او قتل او الى اخره، طبعا بيهرب يعني انه يدور على دوله ثانيه. يعني القطاع السياحي مرتبط طبعا الى حد بالتاكيد في حملات اعلاميه ضروريه بكافه الاوقات في الوقت الحالي، وبالذات في الوقت الحالي طبعا بالتاكيد لنقل صوره مختلفه او انه نعرف الامور ماشيه في اتجاه جيد او في اتجاه سليم، في اتجاه تهدئه الاوضاع وليس كما يعني كما كان في الفتره السابقه. ومرتبط بيها بالتاكيد كمان يعني غير الحملات الاعلاميه طبعا يعني جهد على الارض يراه السياح الموجودين انه في هم دول بيبقوا على فكره اكتر يعني سفراء جيدين للسائحين الاخرين في بلادهم. يعني بمجرد عودته يقول لك لا ده ما كانش فيه، ما شفتش اي حاجه من العنف اللي بيتكلموا عنه وكنا ماشيين بشكل فيه امن. زي الفكره كلها يعني عوده السياحه حتى ولو كانت نسبيا مش في جميع الاحوال، ولكنها زي ما حضرتك بتقول هيبقوا هو في جميع الاحوال بشكل تدريجي بالتاكيد، يعني لن تحدث يعني طفرات فظيعه مباشره، لكن هيبقى بشكل تدريجي هيما تسير الامور في الاتجاه السليم والاتجاه الصحيح بشكل تدريجي، سواء من ناحية الأمن على الأرض ومن ناحية التسويق الإعلامي، وانه تيجي وفود وتجد ان الامور في اتجاه الاستقرار او مستقره. وانا كنت بلتقي ببعض السائحين ومنهم كان بيقول لي يعني بيذكر انه الاوضاع جيده جدا وليس كما تذكر الصحف الاجنبيه يعني في بلادهم عن ما يحدث في مصر. فبالتجربه نفسها، وهو زي ما قلت لحضرتك يعني ده هيبقى افضل سفير يعني للسياحه المصريه في الخارج، الامور هتمشي بشكل اعتقد تدريجي يعني تصاعدي طوال ما الامور ماشيه بشكل جيد حتى يستعيد القطاع يعني عافيته.
هو قطرة التنمية في كل الأحوال، وأعتقد أن احنا محتاجين دعم كبير لقطاع السياحة. طبعا هو أحد يعني بيسموه الأربعة الكبار في مصر، يعني أحد أحد أكبر المصادر الأربعة للدخل في مصر مع تحولات المصريين ومع البترول ومع قناة السويس يعني. طيب خلينا نروح للجاردن. الجاردن خطاب من كتاب وناشرين يدعو للإفراج عن علاء عبد الفتاح. نشرت الصحيفة خطاب موقع من عدد من الكتاب والفنانين والناشرين اللي شاركوا في مهرجان فلسطين للأدب عن الناشط علاء عبد الفتاح، والذي حكم عليه مؤخرا بسجن 15 سنة. أعرب الموقعون عن قلقهم من هذا الحكم، وقالوا إن علاء ورفاقه كانوا من الناشطين الفاعلين في المطالبة بالديمقراطية، وكانوا من الأصوات البارزة في الثورة ضد الأنظمة القمعية السابقة، ونموذج أمام العالم باستخدامهم لوسائل سلمية من الاحتجاج الجماعي والتنظيم الاجتماعي. وبدلا من أن يتم الاحتفال بهم، فإنهم يواجهون أحكام بالسجن لمدة 15 عام للاحتجاج السلمي. هو طبعا الموضوع ده طبعا يعني بيثير مشكلة، يعني اللي هو مرتبط بقانون التظاهر، يعني هناك خلافات كبيرة حواليه. يعني الدولة من وجهة نظر أو الحكومة هي تريد أن تستعيد يعني هيبتها ودورها وفي استتباب الأمن وانتظام العمل وانتظام المرور وإلى آخره. هناك أطراف أخرى سياسية ترى أن حق التظاهر حق أساسي، وهو بالتأكيد هو مذكور في الدستور، وإنما كيف يتم، يعني كيف يتم تنظيم، هي كل الخلاف هو كيف يتم تنظيم حق التظاهر. هل يتم، هل هو قانون تظاهر يعني هل هو موجود في جميع بلاد العالم؟ يعني نعلم بالفعل أن هناك قانون تظاهر أو تنظيم حق التظاهر في جميع الدول الديمقراطية، كل الدول الديمقراطية، لكن هل قانون الخاص بمصر هل هو مختلف يعني شكلا وموضوعا في نوع من أنواع القمع مثلا زي ما بيقال؟ ما قانون التظاهر موجود في كل دول العالم، وعادة في كثير من دول بيبقى الأماكن التظاهر محددة كمان، يعني أنا أعلم شخصيا عن فرنسا. طب إحنا لماذا بقى إحنا في عندنا هذا الجدل يعني؟ هو الجدل إنه مرتبط بإحنا، يعني أتصور إن المسألة مرتبطة بالسياق اللي إحنا يعني بالفترة اللي بتمر بها مصر. هي فترة كان فيها اضطراب إلى حد كبير، يعني فترة الثلاث سنوات الماضية من 2011 وحتى الآن فترة اضطراب يعني سياسي كبير وعدم استقرار أمني، وربما المعايير غير واضحة، يعني التظاهر إلى أي حد وكيف يتم، هل يتحول إلى العنف ولو جت ردة قوات الأمن يعتبر عنف زائد أو عنف مضاد، يعني هو في عدم وضوح إلى حد كبير في المفاهيم، وكيف تتم يعني مثل هذه المظاهر للتعبير عن الرأي، كيف تتم، ففي عدم اتفاق على هذه المعايير كيف يتم التظاهر. وانا اعتقد ان يعني المساله كلها محكومه في هذه النقطه. حق التظاهر مكفول موجود في الدستور، وانما كيف ان لا يتحول الى فوضى، يعني هي نقطه في كيفيه يعني تنظيم هذا الحق. في هناك خلافات، انا اعتقد ان افضل امور ان هو من الممكن ان يتم يعني ان يجلس الطرفين المختلفين ويصلوا الى ارضيه مشتركه في لا يمنع الشيء لا يمنع لو ربما نحن نعدل القانون، ربما ليس هناك مانع، المهم في ارضيه اتفاق ما يسمح بانه الامور تستقر. تمام. طيب انا معايا على التليفون المرشد السياحي استاذ حسن النحله. مساء الخير يا استاذ حسن. مساء الخير يا ايمن، كل سنه طيب. كل سنه وانت طيب، ويا رب كده ان شاء الله كده السياحه تبقى بخير ودايما تقول لنا على اخبار كويسه ان شاء الله بوجودكم دايما وبتوجيهكم للسياحه وتشجيعكم كل حاجه راجعه جميله ان شاء الله باذن الله. يعني قولي الفتره اللي جايه كيفيه التفعيل او فعاليات مثلا مختلفه، يعني محاوله لتنشيط السياحه بشكل اكبر، تغيير الصوره الذهنيه الموجوده لدى الكثيرين. هو طبعا كان حضرتك والبرنامج بتاعكم مشكورا كان متابع معانا بعد فتره الثوره طبعا، وكان في حظر سفر على مصر شديد جدا من بعض الدول الاوروبيه، واحنا كشباب في السياحه قمنا بمجموعه فعاليات كانت ايجابيه جدا الحمد لله، وهي اثمرت في النهايه ان الصوره الايجابيه للثوره اتصدرت لكل انحاء العالم، والناس بدات تغير فكرها ووعيها بالنسبه للي حصل في مصر، وتاكد ان هي اراده شعبيه. وبعد كده جاء الدستور زي ما انت تابعته معانا الحمد لله، وبعد كده جاءت انتخابات رئاسه الجمهوريه مؤخرا بفوز المشير عبد الفتاح رئيس الجمهوريه، وده كل التحركات دي طبعا بنتابعها من خلال السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي مع كل اصحابنا واصدقائنا حول العالم. فالحمد لله تكاد تكون الصوره دلوقتي شبه الاستقرار اللي حصل في البلد بشكل كويس بدا يوصل لكل العالم الخارجي. فاحنا برضو مستنيين شويه لما نقرب من مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشعب برضو عايزين نشوفها تثمر عن ايه، وبعد ذلك هيكون في فعاليات ايجابيه اكثر واكثر
بحيث ان احنا عايزين نبدا يبقى في تواصل فعلي على الارض، مش مجرد بس تواصل من خلال الفيسبوك وقنوات التواصل. بمعنى بسيط جدا ان احنا عايزين نعمل حفلات كبرى بنستضيف فيها نجوم العالم، سواء كان نجوم العالم من الرياضه او من الفن او المغنيين، اللي هي بتحظى باستقطاب وجذب اكبر اعداد ممكنه من المشجعين والمشاهدين حول العالم بالكامل. يعني مثلا المانيا نجيب مغني الماني كبير، امريكا نجيب امريكان سينجر قوي جدا جدا برضه يعمل دي حفلات زي كده. اعتقد ان هذه النوعيه من الفعاليات ممكن تلفت النظر، هيبقى لها مردود اكثر واكثر على ارض مصر. تمام، انا بشكرك جدا، شكرا جزيلا للاستاذ حسن النحله المرشد السياحي ودكتور هشام. انا معايا اخر خبر سريعا من جريده الشرق الاوسط، كاري في بغداد بعد القاهره وعمان ويحط على تشكيل حكومه تمثل جميع العراقيين، خصوصا واحنا طبعا كلنا متابعين ما يحدث الان في العراق والقلق يعني كبير على هذه الدوله الشقيقه. طبعا ده في يعني احتمالات التفكك الدولة قائمة وبشدة، يعني ما تتحول إلى دولة طائفية، يعني عدة دويلات طائفية، أحدهما تضم الشيعة وأخرى تضم السنة والثالثة تضم الأكراد. يعني طبعا الخطر داهم والخطر حقيقي على وحدة الدولة. دعوة كيري لأنه يعني حكومة تضم جميع الأطياف، يا سوكسوت بيها تضم الشيعة والسنة، لأنه السنة وجزء من يعني تمدد أو تقدم اللي هو تجمع منظمة داعش للدولة الإسلامية في 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 العراق وبلاد الشام، جزء منها هو هي يعني بتعيش او بترتزق على التهميش النسبي لطائفه السنه بعد يعني سقوط صدام حسين ومجيء يعني نشأة الدوله الجديده بعد الاحتلال الامريكي والاخره، انه الشيعه وهم اغلبيه حوالي 60-65% من عدد السكان، يعني نور المالكي رئيس الوزراء او يعني الحكومه الحاليه يعني قامت بنوع من ايه التهميش المقابل. يعني كان في ظل حكم صدام حسين كان هناك تهميش نسبي للشيعة، والان يتم العكس، يعني يتم تهميش نسبي للسنه. وفي ظل الاوضاع الامنيه السيئه هناك وفي ظل اللي بيحدث حتى في سوريا والاخره، تحول الامر الى قتال داخلي على اسس يعني طائفيه. ويعني طبعا فيها نزير خطر يعني شديد على الدوله، على بقاء الدوله كما عرفناها كدوله يعني العراق. فنرجو انه يبقى في يعني ثاني اقوى الجيوش العربيه، كانت من اقوى الجيوش العربيه، يعني في اعقاب الحرب مع ايران كانت من اقوى الجيوش العربيه. يعني الحرب الايرانيه العراقيه اللي تمت عدت 8 سنوات من 80 ل 88، كان العراق من اقوى احد اقوى الجيوش العربيه بالتاكيد. يعني ونصل به الامر اليوم الى انه يبقى احدى الدول الضعيفه، والجيش يعني يفر احيانا امام يعني القوات الميليشيات، يعني شبه نظاميه وليست يعني قوات نظاميه حقيقيه اللي هي تنظيم داعش. فطبعا بالتاكيد شيء يعني شيء محزن. يعني انا بشكرك جدا دكتور هشام، شكرا جزيلا. دكتور هشام مراد استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره ورئيس تحرير الاهرام ابدو، شكرا مره ثانيه. ومشاهدينا هنتوقف معاكم فاصل قصير، هرجع لكم مع الزميله هناء عصام ومناقشه مع او عن العشوائيات، خليكم معايا.